فضل عظيم، هذه واحدة. الأمر الثاني من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا أيها الكرام الفضلاء، عند الإمام ابن خزيمة وعند المنذر أيضا في نفس المجلد وفي نفس الكتاب وفي نفس الباب، صححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من رجل توطن المساجد فشغله أمر أو علة، اسمع لهذا الحديث، ما من رجل توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. أعيد: ما من رجل توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان عليه إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب إلى بغائبهم إذا قدم عليهم. فانظر إلى هذا الحديث، ما ألفاظ العموم من تفيد الجنس، والرجل هو كل من مسلم بالغ عاقل مكلف. توطن المساجد يعني كان من أهل المسجد، ونكرة مضافة تعم كل مسجد يجوز الصلاة فيه. فشغله أمر نكرة تدل على العموم، أو علة كما في العلة الجائحة التي مرت بنا أيها الكرام الفضلاء. ثم عاد إلى ما كان، يعني ثم عاد إلى المسجد مرة أخرى كما سنعود إن شاء الله عز وجل. إلا يتبشبش الله إليه، يتبشبش هذه صفة البشبشة لله عز وجل، يعني يفرح الله، هذا في إثبات صفة البشبشة، صفة الفرح لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما يتبشبش أهل الغائب، هذا تمثيل تشبيه ليتضح المقال، كما يفرح أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليهم. وهذا الحديث أصله عند أحمد في المسند، وعند ابن ماجه في السنن، وعند الحاكم في المستدرك، وعند أبي داود الطيالسي في مسنده، وصححه العلامة الألباني، وصححه العلامة الوادعي في المسند الصحيح لما لم يروى في الصحيح. وفيه: ما من رجل يتوطن المساجد للصلاة والذكر إلا يتبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. يعني انظروا إلى هذه الفضائل وإلى هذه الأجور وإلى هذا الجمال. فيكفي أن الله عز وجل يفرح بنا عند عودتنا إلى المساجد التي نحن لم نصلي فيها لعلة، وحسب الضرورة، والضرورة تبيح المحظورة، والضرورة تقدر بقدرها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال، والقواعد الكلية الخمس بحفظ النفس، جزى الله ولاة الأمر خير الجزاء على ما قاموا عليه بحفظ نفوس الناس وعمل هذه الإجراءات الاحترازية، جزاهم الله خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أشاعوا به، مثل اللي بنسمعه في الواتس، وهل اللي نسمعه هنا وهنا من الناس الذين يشككون: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك أنا أهب الجميع يا إخوان، اتركوا الأمر لأهله، اتركوا كما أمر الله عز وجل، اتركوا الأمر لأهله من ولاة الأمور، من المسؤولين في وزارة الصحة إلى غير ذلك، هم أدرى بهذا الأمر وهم واقفون عليه. ودعونا من هذه الرسائل المشككة الصوتية التي ترسل من كل وقت وكل حين. ينبغي الناس أن تكون نحمة واحدة مع ولاة أمرهم، يأخذون بأيديهم. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا المبتغى من كل مسلم. الأمر الآخر أيها الكرام الفضلاء، أن الإنسان كما حررنا كثيرا، إذا مرض العبد، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكان يعمل مقيما صحيحا. فالذين كانوا يصلون في بيوتهم طوال الفترة الماضية، أجرك مكتوب أيها المبارك، أجرك مكتوب أيها المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكان يعمل مقيما صحيحا، أجرك مكتوب على كل ما كنت فيه.
من هذه الأعمال التي كنت تفعلها قديما في المسجد، ويعني وعلقت طوال هذين الشهرين لهذه الضرورة التي رآها أهل العلم ورآها ولاة الأمور، ولكن الأذان كان يصدح والحمد لله، والناس يسمعون الأذان فلله الحمد والمنة.